وخلال المؤتمر الصحفي أضاف الرئيس السيسي أنه اتفق مع نظيره الأنغولي على أهمية بذل أكبر قدر ممكن من الجهود من أجل الاستقرار في القارة الإفريقية. وفي الملف السوداني قال الرئيس السيسي أن الصراع في السودان أثر على مصر بشكل كبير، حيث أنه خلال الأسابيع الثمانية الماضية نزح حوالي 200,000 سوداني إلى الحدود المصرية. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل سريعا لحل سلمي للأزمة الأوكرانية. تحدثت أيضا مع فخامة الرئيس على المستوى يعني الدولي والقاري على سبيل المثال، والقضايا اللي بتشغل منطقتنا وقارتنا الأفريقية، وأهمية استعادة الاستقرار واستعادة السلام في الدول التي تعاني، زي ما ذكر فخامة الرئيس وزي ما بنأكد هنا، سواء كان في يعني دول زي الصومال أو الكونغو أو دول الساحل والصحراء وليبيا، ويمكن أخيرا السودان. واتفقنا على أن أهمية أن احنا مهم جدا جدا أن احنا نبذل كل الجهد ونسق جهدنا من أجل استعادة الاستقرار، وأيضا إعطاء رسالة لهذه الدول. واحنا هنا بنتكلم على السودان تحديدا، لان ده اخر يعني مشكله تفجرت خلال الثمان اسابيع اللي فاتوا، اهميه يعني ايقاف اطلاق النار والدخول في تفاوض لانهاء هذا الصراع اللي احنا بنقول في مصر يمكن خلال يعني الكام اسبوع دول احنا بنتكلم في 200,000 دلوقتي، مش كده؟ 200,000، اكتر من 200,000 من أشقائنا السودانيين نزحوا إلى الحدود المصرية، وده أمر طبعا ناجم عن الصراع، وهو احنا شفنا ده أيضا وتأثرنا بيه. أنا بتكلم هنا على مصر تحديدا، وبرضو لما الأزمة في ليبيا خلال العشر سنين اللي فاتوا كان برضو كان ليها تأثير. وبالتالي التجربة بتقول إن استعادة الاستقرار والسلام أهم تحرك ممكن نتحرك فيه سويا وعلى مستوى القارة وعلى مستوى الجامعة العربية من أجل إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت.